حنا اللي في الحكومة هذه هضرة تتأكد شوفي لي ولا ديمقراطية هذا النوع من البشر. لكن أنا تنفهم هذا النوع مني وصل إلى مستوى الاستجداء ويشبه الإنسان نفسه بالكلب وأن يقول من أجل كسب أصوات أنا كلبكم لكن من منطقتكم. ينوضوا نهار 29 يوم الخميس ويلبسوا حويجاتهم ويمشيوا لمكاتب التصويت غادي يمشيوا يديروا هذه المهمة الوطنية للبحث والتصويت على الإنسان العاقل. ما أعتقد أننا مخيرين غدا بين أصناف الحيوانات. راكم مشرفين على واحد تحدي
كبير والتحدي الماء غدا في